النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تضربوا إماء الله، لا تضربوا إماء الله. بالأمس ضربها زوجها فكتبت قبل أن تموت، كتبت في عذاباتها الأخيرة، كتبت: آه لو كان لدي أخ لأحتمي به من ظلم زوجي. لكنها تحت ضرب زوجها ماتت. أحبتي، كانت آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، إني أحرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. يا رسول الله، لكنهم ضيعوا وصيتك وفرطوا في دينك.